السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ ان شاء الله انكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كنرحب بكم في فيديو جديد. غادي نتقاسم معكم ان شاء الله طريقه ديال الكيكه الرخامي. غادي نحتاج في المقادير 3 ديال البيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، عندي علبه ديال الياغورت، 3 ديال الخمارات، واحد الساشيه ديال الفاني، وساشيه ديال بودره الشكلاط. صافي، والدقيق غادي يكون عندي حسب الخليط. بسم الله. اول حاجه البنات، راه العجانه ماشي ضروريه، تخدموه غير بايدكم. انا حيت داراني ايدي شويه غادي نخدمو بالعجانه. اول حاجه غادي نديروها، غادي نديرو دوك 3 البيضات، غنزيدو عليهم كاس ديال السكر سنيده، وغادي نميكسيوهم مزيان. هنايا البنات راني زدت الكاس ديال الزيت وزدت الساشيه ديال الفاني، غير المقطع ما تسجلش عندي. من بعد درت علبه ديال الياغورت الطبيعي، وزدت كاس ديال الحليب، وغادي نميكسيهم مزيان حتى ينسجموا. صافي، ودابا غادي نزيد الدقيق غير شويه بشويه. بالنسبه للدقيق، من الاحسن تغربلوه جوج مرات. قد ما تغربل الدقيق قد ما كيخلي الكيكه قد ما مزيان، يعني ديك الكيكه كتجي مهويه. غنبقى نزيد الدقيق بالتدريج ونميكسي او ميم طون، حتى نحصل على خليط ما يكونش عاقد بزاف، وما يكونش مرخوف بزاف، ما يكونش سائل بزاف. وهنايا راني زدت 3 ديال الخمارات، وغنزيد ديك الكميه ديال الدقيق اللي كانت باقا عندي، وغنعاود نميكسي. جبت مول مستطيل، تقدروا ديروا حتى الدائري، كتجي فيه هاد الكيكه الرخاميه زوينه. انا اختاريت هذا مستطيل. غادي ندهنو مزيان بالزبده، وغنرشو بشويه ديال الدقيق. صافي، هنايا من بعد ما خلطت مزيان، غادي نقسم هذاك الخليط على جوج. النص غندير فيه ديك الساشيه ديال الشكلاط، وغادي نخلط مزيان حتى نحصل على اللون البني. هي نفس الطريقه ونفس المكونات ديال الكيكه العاديه، هي كتختلف فقط في هذه المرحله. صافي، ودابا غادي ناخذ الخليطين وغنبدا نديرهم بالتساوي في المول، وفي نفس الوقت بطريقة عشوائية. غنديرهم على هذا الشكل. غنبقى مستمرة بهذه الطريقة حتى نكمل داك الخليط اللي عندي كامل.
صافي. وانا غادي نجيب موس، وتقدروا تاخذوا كيغدون ولا اي حاجه هكايا وديروا بها هذا الشكل هكا، او ديروها على شكل دائري راه كتجي على هذا الشكل. وبالنسبه لبنات الفران انا غادي ندخلها على 180 درجه لمده ساعه الا ربع، غير باش يجيكم هذا الشكل هكا، هذا الديزاين من الفوق، وما تجيش كامله محمره من الفوق. قبل ما تطيب ربع ساعه غادي تطفو على الفران من الفوق، وغادي تخليه غير من التحت. كتجي البنات على هذا الشكل، هذه راها كانت عندي في الثلاجه، كتجي على هذا الشكل. وهذه راني يلاه خرجتها دابا من الفران، باقا ما برداتش مزيان، غادي نقطعها قدامكم وعاد من بعد نرجعها للثلاجه. الا خليناها في الثلاجه خليناها شويه في الثلاجه حتى تبردات مزيان، راه كتعطينا داك الديزاين حسن. صافي البنات، وكنتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، وخليوا لي تعاليق ديالكم ورايكم، ودعموني دعموني باشتراك، دعموني بلايك، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.